أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يبحث مع رئيس شركة بريتش غاز زيادة استثماراتها في مصر. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي هيج لوند المدير التنفيذي لشركة بريتش غاز بحضور وزراء الاستثمار أشرف سلمان والتعاون الدولي سحر نصر والبترول المهندس طارق الملا. وأشاد الرئيس بالتعاون القائم بين شركة بريتش غاز والحكومة المصرية، مثمنا نشاط الشركة وحجم أعمالها في مصر في مجال البحث والتنقيب عن الغاز، مؤكدا على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركة خلال الفترة المقبلة. رئيس الوزراء يتابع مع المحافظين الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار. وصل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والنقل والصحة على مدار اليوم متابعة جهود تعامل المحافظين والقيادات التنفيذية مع الآثار التي نجمت عن سقوط الأمطار بغزارة على عدد من محافظات الجمهورية. وكانت محافظتي الأسكندرية والبحيرة هما الأكثر تضررا من الأمطار، حيث قام رئيس الوزراء بزيارتهما أمس الأربعاء لتفقد المناطق المتضررة من سقوط الأمطار والسيول. وزارة الصحة وفاة 11 شخصا في البحيرة بسبب الأمطار. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 11 شخصا جراء موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة البحيرة صباح الأربعاء، إضافة إلى 27 آخرين خرجوا جميعا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج. أمين عام مجلس النواب 241 نائبا استخرجوا بطاقات عضوية البرلمان. قال أمين عام مجلس النواب خالد الصدر إن لجنة استقبال الأعضاء انتهت اليوم من إجراءات تسجيل بيانات العضوية واستخراج بطاقات العضوية لأعضاء مجلس النواب، ليصل عدد النواب الذين سجلوا بياناتهم في المجلس ل 241 من إجمالي الأعضاء الفائزين في المرحلة الأولى. نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأسبوع القادم اعتبارا من السبت 7 نوفمبر وحتى الجمعة 13 من نفس الشهر، حيث تستمر الموجة الحالية من عدم الاستقرار متمثلة في استمرار فرص تساقط الأمطار على شمال البلاد، ووجود موجة جديدة من عدم الاستقرار تبدأ على شمال مصر خاصة المناطق الشرقية، وتتمثل في شمال سيناء ومنطقة القناة، وتمتد إلى معظم الساحل الشمالي والدلتا وتصل إلى القاهرة الثلاثاء. وتقل الموجة حدتها اعتبارا من يوم الأربعاء والخميس والجمعة، حيث من المنتظر أن يحدث استقرارا في الأحوال الجوية، وتنخفض درجات الحرارة بحوالي 3 درجات أيام الاثنين والثلاثاء، وتعاود ارتفاعها مرة أخرى يوم الأربعاء والخميس والجمعة مع الاستقرار المتوقع في درجات الحرارة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.